بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم عجل لوليك الفرج، وأيامكم سعيدة بولادة مولانا وسيدنا علي الأكبر عليه السلام. صلاة كن فيكون لقضاء الحوائج، وهي صلاة قام بها عدد كبير من كبار رجال الدين فوجدوها كبيرة التأثير، وهي كما يلي: يذهب المصلي بعد صلاة العشاء من ليلة الجمعة إلى مكان خالي من الناس ولو في بيته في مكان لوحده، ويصلي ركعتين صلاة الحاجة، يقرأ في الركعة الأولى بعد الحمد من أول سورة الأنعام إلى قوله تعالى: وكنتم عن آياته تستكبرون، ثم يركع ويسجد وينهض ويقرأ في الركعة الثانية بعد الحمد من الآية: ولقد جئتمونا فرادى، إلى آخر سورة الأنعام. عندما يسلم وينتهي من الركعتين يصلي على محمد وآله 1000 مرة ويدعو الله ويطلب منه حاجته، فإنها تنقضي حتى لو كان بينه وبين حاجته بعد المشرقين، ولأنها سريعة التأثير والإجابة سميت بصلاة كن فيكون، هي مجربة كثيرا، وإن لم يكن يحفظ السورة يستطيع قراءتها من القرآن الكريم إن شاء الله. فجرب ولا تشك. برنامج صباحات والأيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام، وأيامكم سعيدة.